السيدات والسادة مساء الخير. في الحديث عن مستقبل الثقافة المصرية وعن الإعلام الجديد نسأل دائماً أين نحن من لغة العصر، لغة الأرقام والمعلومات؟ في الثقافة قد لا يعرف الكتاب والناشرون قراءهم، أو ما هي شرائح الاجتماعية المهتمة بالقراءة، أو ماذا يريد القراء. في الإعلام أيضاً قد تغيب الأرقام والمعلومات عن حجم ونوعيات المشاهدين وعن احتياجات ورغبات المتابعين. وعندما تختلط فنون الإعلام ومحتوى الثقافة بعلم الأرقام، هنا فقط نعرف ماذا يريد الناس في خطابنا الإعلامي والثقافي. في بلدنا هناك خبراء متخصصون مهمتهم الاطمئنان على وصول الخدمة الثقافية والإعلامية لمستحقيها. من هؤلاء الخبراء المرموقين مثقف مصري كبير تولى قيادة العديد من المواقع الإعلامية والثقافية والأكاديمية، وهو حالياً يرأس الكيان المسؤول عن الفكر والثقافة المصرية. ضيفنا اليوم ينتمي إلى العالم الرقمي، يتحدث بلغة المعلومات في ساحة الفكر، وله باع طويل في إرساء هذا العلم الجديد وتطبيقه في بلدنا. عن الثقافة والإعلام ولغة العصر حديثنا اليوم من مصر. أهلا بكم.